مساء الخير أصدقاء، شلونكم؟ وياكم ريشة جديدة وكتاب جديد، ورح نحكي هالمرة عن مرض يصيب الإنسان. هذا المرض هو مرض نفسي. طبعا المرض هذا يجعل الإنسان يفقد الشعور بالسعادة، وأيضا يجعل الأشخاص يفقدون الشعور بالشغف. المرض هذا اسمه إنهيدونيا، اللي تعرض له البطل في هذه الرواية. وهذا البطل هو تبدي قصته من هو صغير ويكبر، ولكن هو كان مشرد في الشوارع، وفجأة أصبح من أشهر الدكاترة المعروفين في الوطن العربي. كيف ممكن هو غير قدره؟ ولكن هذا المرض ظل مصاحبه دائما طول عمره. أكيد لح نعرف بنهاية الرواية هل هو تعالج أو لا، ولكن شو الأسباب اللي توصل الأشخاص أنه يعيشون الإنهيدونيا، أو اللي هو مرض يفقد الشعور بالسعادة أو الشغف لعمل أي شيء كان. وأيضا الكتاب هذا يتكلم عن الديانات، هل البطل من الديانة المسيحية أم أنه هو مسلم؟ وشنو دخل الديانات في علاقته والمرض اللي تعرض له؟ كيف ممكن أنه غير واقعه كله من خلال شنو؟ وشنو اللي وصل له؟ طبعا هي رواية عبارة عن غموض، وأيضا توصلكم رسائل معينة عن كيف ممكن أنتم تغيرون واقعكم بطريقة جدا جميلة. بس الأهم أريدكم تعرفون هل هو تعالج من الإنهيدونيا، وأنتوا تقدرون تتعالجون من الإنهيدونيا وتشعرون بالسعادة. وصلنا لنهاية حلقتنا، وأتمنى تكتبوا لي عن إنهيدونيا إذا أنتوا قرأتوا أو إذا عدتكم هذا المرض، وأنوي لكم قراءة سعيدة، وأيضا ألتقيكم بكتاب جديد، ومع السلامة.